السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على القناه لمواليد برج الحوت. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. هيكون عندك اخبار حلوه، عندك توقعات جميله، كمان هيكون عندك تبشرات، هيكون عندك انطلاقات حلوه او امور هتظبطها في حياتك الفترة اللي جاية بإذن الله بفضل ربنا. شوف مع بعض أخبارك بضربة الودع على الرمل هتقول لك إيه، وإن شاء الله بإذن الله يا برج الحوت عشان أنت طالب مني الفيديو بتاعك وبتهتم جدا بقراءتك. نشوف مع بعض الأخبار. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله. طيب نزيد الصلاة على الحبيب. بص هنا، بص هنا، اخبار، انطلاقات، رميت السهم بتاعك. يعني ايه؟ يعني خلاص فاض بيك، عملت حدود ما بينك وما بين كل خطوة انت بتخطيها، عملت حدود بينك وما بين ناس. عندك مواجهات والمواجهات دي في صالحك انت، المواجهات دي انت هتطلع منها منصور. عندك طريق صعب والطريق ده انت مختاره لوحدك. في كمان بعض الايام اللي هيحملوا لك اخبار حلوه. انت عندك حماس، عندك قوه خارقه، عندك شجاعه، عندك امور بتحاول تظبطها مختلفه في حياتك. عندك كمان هنا ممكن يكون ترقيه او شغل جديد او حاجه تخص الشغل، تخص العمل في حياتك. انت بالك مشغول بحاجات كتيره جدا، ومن اكتر الايام دي اللي انت ناوي على سفر او بتشتغل علشان تخلص ورق مدرسه، ورق دراسه، ورق جامعه، الله اعلم. خلي بالك ان هيبقى في اتصال وهيقولوا لك تعالى كمل البيانات بتاعه الورق بتاعك، اذا كانت ورق في المحكمه عن ورث او محكمه ورق دراسه، ورق سفر، الله اعلم. في اتصال والاتصال ده هتخلص بيه ورقك. في كمان هنا طريق مفتوح بسبب دعوات واحده ست في حياتك بتدعي لك. الست دي بتحبك جدا. اعدائك كتير بس مالكش دعوه باعدائك. ليه؟ علشان انت بدات تبص على الجزء الحلو اللي موجود في حياتك، بدات تبص على الاخبار الحلوه. بس الفتره دي انت عندك طاقه تفكير طبعا ما اقدرش اقول لك عليها فيها حاجه. حالتك النفسيه متاثره جدا ببعض الامور اللي في حياتك. الحاله النفسيه عندك فيها مشاكل او بتعاني من الحسد الشديد. الحسد الشديد ده مسبب لك ايه؟ مسبب لك ارهاق ومسبب لك ضغط نفسي. طيب يعني ايه؟ يعني عندك صداع مستمر، عندك ألم في الركبة، القولون عندك عصبي، في مشاكل عندك بتعاني منها. وخلي بالك انت بتجي لك نغزة في قلبك ودوخة من غير أي سبب. الأعراض دي عندك، ولو قلت مش عندي هقول لك عندك. وأكتر حاجة عندك التنميلة اللي بتجي لك في جسمك. فطبعا ده بيدل إن حالتك النفسية اتعرضت للظلم، حالتك النفسية اتعرضت للمشاكل الكتيرة اللي أنت شايلها لوحدك وبتعافى. أنا أكتر من مرة أقول لك بكفاية تضحية، كفاية مشاكل في حياتك، عمال تضحي كرمال ناس ما تستاهلش. انت هديل اللعب شوية. عندك طريقين هيتفتحوا قدامك، الطريقين ده هتحقق منهم أمنية عاطلة، أمنية بقالها فترة عمال تدعي ربنا بيها، فان شاء الله بإذن الله في أقرب وقت هتتحقق لك. ولو انت مستني عمل، مستني شغل يخص العمل، فانت عندك اخبار حلوه. بسم الله ما شاء الله عليك، دايما متفوق ودايما رافع راسك لفوق. نهايه الايام اللي جايه دي انت هتتغلب على المشاكل اللي انت فيها وهتدخل في نجاح، نجاح وازدهار. العين القويه اللي مسيطره عليك جايه لك من حد من الجيران. انتوا عندكم حد منقبه، حد بيحب يداري وشه، او حد بوشين بيحاول يلعب على الاطراف، خلوا بالكم منه. انتوا بالاعراض اللي بتظهر لكم اللي انا قلتها لكم دي بسبب سحر بيتجدد في حياتكم. السحر مازال موجود وبيتجدد، والسحر ده مرشوش ليكم، مرشوش ليكم بوقف الحال او بالعراقيل اللي انتوا مش حاسين انه مفيش اكتمالات في حياتكم، مفيش اكتمالات في اي حاجه تخص حياتكم. ده سبب السحر الخطير اللي موجود في حياتكم. فيا ريت ما تشيلوش هم الدنيا زياده عن اللزوم. انت الفتره دي من اكتر الفترات اللي انت بسم الله عليك، بسم الله ما شاء الله عليك، بترتب امورك وبترتب حساباتك. شايفك كمان هنا ان انت مندفع، عن بتدافع عن حقك او بتدافع عن اشخاص انت بتحب الحق جدا، بتحب ان انت تقول الحق
بس عندك كلام ونميمة عليك وعلى حياتك بالفعل. انت صابر صابر صبر، محدش يصبره. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. الوقت اللي انت فيه حاليا ده، الوقت ده في صالحك انت، الوقت ده بتاعك انت، انت اللي لازم تثبت وجودك، وانت اللي لازم تشتغل على نفسك. ما تستناش حاجة من حد. عندك سهرة حلوة، عندك قعدة حلوة، في كلام حلو هيتقال الفترة اللي جاية، بس عندك هنا تعبان، والتعبان ده بيلف عليك وعايز يخنقك وعايز يكسرك. عندك كلام هنا، كلام بيدور من ورا ظهرك، من ورا اشخاص نيتهم مش سالكة ليك، او مش نيتهم مش كويسة اتجاهك. انت مضغوط، وعشان الضغط اللي انت فيه انا شايفك ان انت هتطلع نفسك من علاقة نرجسية، هتطلع نفسك من قيود او من هموم انت شايلها لوحدك. انت لما بتشيل الحمل بتشيله لوحدك، ما بتلاقيش حد جنبك ولا بتلاقي حد يدعمك في اي حاجة. فالفترة اللي جاية انصحك ان انت تثبت وجودك، وانصحك ان انت تغير من طاقات تفكيرك، انصحك ان انت تشتغل على نفسك، تشوف احلامك وتحققها، علشان اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. انت ناوي وبتشتغل وبتعافى، والطريق الصعب اللي انت اخترته صدقني فترة وهتعدي، او فترة وهتنقلب الامور باذن الله. بسم الله ما شاء الله. عندك هنا اشخاص موجودين في حياتك، الاشخاص دول بيحاولوا يأثروا عليك بطريقة سلبية، بيحاولوا يأذوك. عندك علاقة مع الابراج النارية ومع الابراج الترابية، العلاقات دي عاملة لك انت توتر، بس برضو انت مش فارق معاه. في واحدة ست، والست دي مخبية سحر عليك، والسحر ده مخبية سر عليك، والسر ده كبير جدا، انت لو عرفته في يوم من الايام ممكن تخرب الدنيا. في كمان هنا مواجهة، والمواجهة دي هتكون مع اهل بسبب ورث. انت واكلين حقك، اخدين منك حاجة معينة في حياتك، وطبعا الحاجة دي مزعلاك، علشان انت ما بتقدمش غير الخير، ولما بيتردلك ما بيتردلكش غير الشر. فعشان كده بدأت تنوي وبدأت تشتغل على نفسك. عايز اقولك انهم هم لو حاليا بيضحكوا عليك، انت بكرة هتضحك عليهم. هتضحك عليهم ليه؟ عشان خاطر انت بإذن الله هتكون في قمة العليا. انت قررت ومن هنا ورايح بدأت تقول خلاص. بس خلي بالك، انت دايما معرض للحسد، معرض للكلام الكتير، معرض للطعن وللخيانات من اقرب الناس ليك اللي هم من دمك ولحمك. في كمان بعض الامور اللي انت هتطورها، وفي شخص انت مختلف معاه، بينك وما بينه اختلاف، الشخص ده هتلاقيه واقف معاك جدا الفترة اللي جاية. خلي بالك، هم بيظهروا ليك احباب عشان يقربوا منك ويعرفوا اخبارك، بس فترة من الفترات وبتلاقي امورهم اتقلبت، بتلاقيهم بانوا على حقيقتهم. وطبعا انت من بعد ما بتكتشفهم على حقيقتهم بتوقف التعامل معهم. ففي كلام من الماضي، او في رجوع علاقة من الماضي، او في كلام، هو في صفحة هتتفتح من الماضي عندك، وانت اللي هتقرر اذا كانت الصفحة دي ايه اللي هيكون فيها. بس قولي انت ليه عندك طاقة قلق وطاقة حيرة، رغم ان انت بتحاول تغير من نفسك وتفعل اشياء جديدة، بس انا شايفة لك طاقة حيرة، طاقة خوف، خايف من المستقبل جدا، خايف من المستقبل جدا. عندك هنا حد بيخدعك من ورا ظهرك، حد بيخدع فيك، حد بيضحك عليك، بس برضو انت كشفه، والفترة اللي جاية هتواجهه، او الفترة اللي جاية هتتكلم معاه، وهتحط برضو النقط على الحروف، هتقول له انت عمال تخدع فيا، عمال تظلم فيا، هتفضل انت فاكر ان انا مش عارفة، وهتتكلم معاه. ومن بعد ما هتتكلم معاه هتقطع علاقتك بيه. ولو يعني انت لو وزنت امورك الفترة اللي جاية هتلاقي نفسك ان انت مرتاح باللي انت بتعمله. في بعض الايام اللي هتحمل ليك اخبار سارة، وبعض الايام اللي هتحمل ليك امور حلوة. انت حزين جدا، قلبك موجوع، عيونك دايما دموعك في عيونك من كتر اللي انت شفته في حياتك، وبتسأل وبتتكلم مع ربنا، بتقول يا رب انا ما ظلمتش حد، انا ما جيتش على حد في يوم من الايام، انا كنت دايما بخاف على زعل كل الناس، بس ما فيش حد محدش بيخاف على زعلي.
مخدوع، انت مشكلتك ان انت طيب زياده عن اللزوم. وانا اكتر من مره اقول لك وازن حياتك، ليه؟ علشان عندك اشخاص كتيره بوشين، عندك اشخاص كتيره جدا بيحبوا النفاق وبيحبوا دايما يدخلوك انت كشخصيا لحاله نفسيه سلبيه. ليه؟ علشان خاطر هم خايفين ان انت تكون احسن منهم. الغيره والحقد عمت قلوب الناس، فانت خلي بالك انت قريب جدا من ربنا، في كمان رزق، والرزق ده هيغير تفكيرك، هيغير مجرى حياتك. في موضوع شاغل بالك، والموضوع ده بتقول يا رب الموضوع ده محدش هيحله غيرك انت، الموضوع ده عايز معجزة من عندك. بالفعل ربنا هيحله لك الفترة اللي جاية بإذن الله. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في فرحة مش هتكون هنا في الحسبان، في فرحة انت مش هتكون متخطط لها، مش هتكون انت يعني مش هتكون انت عارفها، لاما سفر مفاجئ لاما فرحة بإذن الله. عندك هنا كمان ثلاث تعابين، الثلاث تعابين دول ثلاث بومات قاعدينلك مرصودينلك بيأذوك من ورا ظهرك بسبب واحدة ست، سبب واحدة ست بتحقد عليك وبتغير من نجاحك. انت بتحاول تبعد عن كل النفاق والخداع، وعلشان كده انت دخلت في طاقة خوف، دخلت في طاقة ألم. في كمان حد غايب عنك بقاله مدة كبيرة، الحد ده هيبقى فيه علاقة بينكم وبين بعض، او هيبقى فيه امور حلوة وهتقربوا المسافات بإذن الله. مين الناس اللي عندكم اللي ناوية تعمل عملية او ناوية تعمل حاجة جديدة وخايفة وقلقانة؟ في هدية بتتحضر لك، والهدية دي من حد انت بتحبه جدا. انت بس اعصابك تعبانة اليومين دول، المنفصلين هنا مخنوقين، المنفصلين هنا في ضيق ومختارين طريق سد. حاولوا تعيدوا تفكيركم شوية، حاولوا تعيدوا اموركم شوية، علشان انا شايفاكم ان انتوا عايزين تبدأوا حياة جديدة، بس ما تعرفوش ايه اخر القرار اللي انتوا خدتوه حاليا. فياريت المنفصلين انصحكم ان انتوا تعيدوا التفكير شوية تاني. في كمان هنا حاجة معينة تخص المال، انت عليك نادر فعايز توفي بيه، او مستني فلوس جايالك من حد الله اعلم، بس انت عليك حاجة تخص المال، او انت مسلف حد فلوس، او انت عايز تستلف من حد فلوس، او انت طالب طلب من حد الله اعلم، بس في كلام تخص فلوس وتخص الماديات، علشان انت الماديات الفترة دي تعبانة جدا معاك. ليه؟ علشان خاطر مش لاقي نفسك مع اشخاص حواليك، مش لاقي نفسك مع اشخاص بياكلوا معاك عيش وملح. بص هنا انت بتحاول ان انت ما تكونش متسرع، بتحاول ان انت ما تكونش شخص سلبي. انت معروف عنك ان انت شخص اجتماعي، معروف عنك ان انت بتحب تساعد كل الناس، انت مديت ايدك لناس كتيرة جدا علشان تساعدها، ولما احتجت لحد ما لقيتش حد جنبك، بالعكس لقيتهم كلهم سابوك وسابوك في حالك، واللي قدر يقف معاك قدر، واللي ما قدرش ما قدرش. عندك هنا رؤية احلام، احلام كتيرة بتحلم بيها، في كذا حلم انت بتحلم بيه. وخلي بالك انت بتواجه مشكلة او عندك مشكلة مع الجيران، عندك مشكلة مع اهل بيتك الله اعلم، انت عندك مشكلة مع ناس كتيرة. انت حاول ان انت توازن العلاقات بتاعتك مع الناس، ولما تتكلم تتكلم بالحسبان، يعني عشان بس ايه، انت مش ناقص، اللي انت فيك مكفيك. وزي ما قلت لك حالة الارتباك اللي انت فيها دي بسبب الضغط النفسي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في هنا بسم الله ما شاء الله، في تحسين من امور او تحسين من الوضع اللي انت فيه. لو انت خايف على حاجة معينة انصحك ان انت ما تخافش، علشان اللي ربنا كاتبه لك انتوا هتشوفوه. بسم الله ما شاء الله، انت ظاهر لك هنا الوان، والالوان الحلوة دي انت ناوي تغير عفش بيتك، ناوي تغير حاجة معينة بالالوان اللي انت بتحبها. وانزلوا قولولي في الكومنتات انتوا ايه الحاجات اللي انتوا ناويين تغيروها الفترة دي، علشان انتوا تعبتوا من اللي انتوا فيه، ومن كتر ما روحانياتكم عالية
الحاجات اللي بتحسوا بيها بتحصل على طول ومن غير تردد، بتحسوا اول ما بتحسوا بالحاجة تاني يوم بتلاقوها حصلت، وبييجوا يقولوا انتوا فعلا قلتوا كده، فبالفعل الحاجة اللي بتحسوا بيها بتحصل. في كمان هنا دعوة حد كبير في السن، الحد الكبير ده بيدعي لك، وان شاء الله باذن الله هتسمع احلى خبر في حياتك الفترة اللي جاية. بس ابعد عن طاقات الخوف، ابعد عن طاقات التردد. عندك زيارة مفاجأة، أو في حد على البيبان الباب عندك بيخبط، أو في حد هيدخل لحياتك الفترة اللي جاية. أنت عندك زيارة، والزيارة دي هتكون حلوة جدا جدا. في بسم الله ما شاء الله عليك، عندك تحسين علاقة اجتماع في شغل، وهتكتشف ناس حواليك مش حابين لك الخير، وهتبعد عنهم، وهتتعرف على ناس جديدة، وهتشوف حياة أفضل من اللي أنت فيها. في كمان الفترة اللي جاية دي هتدخل برضو في شوية تفكير بسبب الترقية او بسبب الشغل الجديد اللي انت هتكون ناوي عليه. انت ناوي على حاجات كتيرة جدا تفعلها، بس في هنا يعني في حاجة انت بتحبها هتروح، يعني لو انت بتحب البحر هتروح تقعد على البحر، وانت بتحب الاكلات البحرية هيبقى في عزومة اكلات بحرية. في حاجة انت هتعملها جديدة هتعزز من نفسك فيها، وفي نفس الوقت هتبني حاجات كتيرة مختلفة من اجل الخروجة اللي انت هتخرجها، او من اجل الحاجة اللي انت بتحبها. خلي بالك انت الفترة دي بتعاني من وجع غير طبيعي في جسمك بسبب الكلام اللي انت فيه. انت عانيت وشربت مرار وألم وحزن، ودعيت ربنا في يوم من الايام وقلت يا رب انا خلاص فاض بيا، ورميت همومي ليك، رميت يعني انا خلاص صبري قرب يخلص، فيا رب ارزقني من حيث لا تحتسب. ما تقلقش، انت ليه قلقان؟ اللي بيحبه ربنا بيبتليه، بيبتليه لحد ما يشوفه هيقدر يستحمل لحد امتى. فانت بسم الله ما شاء الله عليك، من غير اي حسد ولا من غير اي كلام، انت ناوي على اشياء كتيرة جدا تعملها في حياتك، ومن كتر ما انت ناوي باين لك ازدهار بنفسك، باين لك اخبار حلوة انت مستنيها بقالك مدة، باين لك حاجات معينة انت عايز تعملها، انت شغال على نفسك اول الفترة دي. بسم الله ما شاء الله، في هنا طريقين، والطريقين دول مسدودين قدامك. خلي بالك انه في واحد هيتفتح قدامك، والواحد اللي هيتفتح ده بسبب واحدة ست، الست دي هتقف معاك وهتكون هتحاول ان هي تطلعك لقدام، هتحاول ان هي تقف معاك في ايام صعبة انت واقف، او في ايام صعبة انت محتاج دعوة منها، او محتاج حاجة معينة منها. في كمان هنا حاجة هتسمعها، الحاجة اللي هتسمعها دي هتفرحك اول الفترة اللي جاية. بس خلي بالك انت بتمر بمشكلة حاليا، والمشكلة دي مش عارف تحلها، يعني انت بتمر بحاجة والحاجة دي مش عارف تحلها، بس الصراع اللي عندك ده فترة وهتعدي. في كمان تسديد ديون، او في حاجة تخص الديون هتتسد عليك، انت ناوي تدفع ايجار شقة، ناوي تخلص مية نور كهرباء الله اعلم، بس انت ناوي تدفع ايجار ومش عايز حد يخبط على بابك. خلي بالك انت هنا انا شايفة لك تعب، عندك الجيوب الانفية، عندك الصداع المستمر ده، والجيوب الانفية اللي انت بتعاني منها دي بتدل على الحسد الشديد قوي، فياريت فورا تكشف وتعالج اي مشكلة عندك، واوعى تسقط في يوم من الايام مهما اتكسرت. اتأكد تماما ان ربنا هيعوضك، ربنا ما بينساش اي حد في يوم من الايام دعاء. الابتعاد عن المقربين، يعني الابتعاد عن المقربين ليك رحمة من عند ربنا، رحمة ليك من اشخاص كتيرة جدا في حياتك، فيا ريت تهدي اعصابك وتخلي بالك. انت دايما بيقولوا لك اجمل ما فيك عيونك، لدرجة ان هم جابوك الارض، بيقولوا لك عيونك ما شاء الله، عيونك حلوة، عيونك جميلة، عيونك ساحرة، دايما بتلاقيهم كده عمالين يقولوا يتكلموا على عيونك. فيا ريت تخلي بالك من نفسك شوية، وتبعد عن اي حد تحس ان هو هيحسدك. لو عندك علاقة على السوشيال ميديا، في امور هتتظبط الفترة اللي جاية. انتوا الفترة دي مستعدين للجواز او مستعجلين للخطوبة،
ناويين تاخدوا خطوة إيجابية، ناويين تطلعوا حاجة معينة في حياتكم الفترة اللي جاية بالفعل. لو في هنا حد ناوي على خطوبة، امشي في الطريق وانت مكمل عشان الطريق ده فيه خير ليك. ولو في علاقة على السوشيال ميديا، الأمور هتتظبط الفترة اللي جاية، علشان أنا شايفة لكم راحة أو شايفة لكم أمور حلوة بإذن الله هتظبطوها، أو من نجاح لنجاح، ازدهار لازدهار بإسم الله ما شاء الله عليكم بجد. الأخبار السارة كلها هتقولكم ورا بعض، علشان انتوا بقالكم مدة بتعانوا، بقالكم مدة البيبان متقفلة في وشكم. الحظ هيبدأ معاكم الفترة اللي جاية، بس بلاش التسرع، ياريت تهدوا اللعب شوية وتهدوا كده بالراحة. ولو دخلتوا في مواجهة انصحكم ان انتوا ما تقولوش اي كلمة سيئة، اسمعوا اكتر ما تتكلموا. بسم الله، ثلاث خطوات، ثلاث خطوات بالظبط، وان شاء الله باذن الله في شخص هتقابلوه، الشخص ده هيقف معاكم. بس خلي بالكم، انا دايما اقول لكم ان انتوا نجمكم خفيف، والنجم الخفيف ده بيدل ان انتوا دايما بتقعوا في مشاكل، دايما في حيرة عندكم وخوف من امركم، خايفين على اشخاص كتيرة جدا في حياتكم، وفي نفس الوقت عندكم بحث شديد منكم، او بتبحثوا عن حاجات كتيرة جدا في حياتكم. انتوا بس قلبكم مقبوض الفترة دي، قلبكم في افكار او في وجع رهيب. انت بتحب العلاقات، بتحب الصداقة قوي بينكم بين الاشخاص، بتقول الصداقة حلوة، انا يكون معايا صديق وفي ولا يكون معايا مليون صديق مخادع وكذاب. انت ماشي بالمبدأ ده، ما بتقول انا نفسي ربنا لما يكرمني يكرمني بصديق وفي لحياتي، ولا يكرمني بشخص بتاع مشاكل بتاع حوارات. خلوا بالكم انتوا مقسومين نصين، انتوا في كسرة عندكم هي اللي عاملة لكم العراقيل دي كلها. في كمان هنا خيال، والخيال الواسع ده هيخليكم تدخلوا في ارتباط، هيخليكم تدخلوا في حياة حلوة. انا شايفة لكم ان انتوا بس طاقة التفكير اللي انتوا فيها دي فترة وهتعدي وتدخلوا في فترة جديدة. شاغلين بالكم بحاجات كتيرة جدا، رغم ان كل حاجة هتجيلكم قريب بإذن الله، بس لو انتوا عايزين تاخدوا قرار الانفصال عن الشريك، انصحكم ان انتوا تهدوا شوية، انصحكم ان انتوا تفكروا كويس جدا في كل خطوة، وما تسمعوش كلام حد، ما ترموش ودنكم لحد. ولو فيه لو الشريك بيرمي ودنه لحد، اتأكدوا تماما 100% ان هو معمول له سحر، علشان الشريك مش كده. رجعوا تفكيركم هتلاقوا الشريك كان دايما كويس معاكم، وفجأة اتغير، فجأة الامور اختلفت. برضو ما تعرفوش ان الحسد بيعمل اكتر من كده، اهدوا بس كده، وبلاش تقولوا ان احنا فينا وفينا وفينا، اهدوا واكتموا وداروا، هتلاقوا ان اموركم بدأت تتظبط، وهتلاقوا ان المشاكل اللي عندكم بدأت تتحل. ومش كده بس كمان، ده انت هتدخل في فترة مليئة بالراحة بإذن الله. جايه لكم اخبار سارة الفترة اللي جاية، وانا شايفة لكم سعادة، وشايفة لكم طريق هيتفتح قدامكم. انتوا دايما مختلفين عن كل الناس، ليه؟ علشان دايما متألقين وواثقين في نفسكم، دايما عارفين تبدأوا منين وتنهوا ازاي. فلو كان قلبكم حزين ومخنوق، النصيحة ليكم ان انتوا تبعدوا عن بعض الناس شوية. ومش معنى ان انتوا تبعدوا عن بعض الناس تدخلولي في عزلة وتدخلولي في وحدة ودموع وانهارات، لا. وبعض منكم بيتفرج دلوقتي ودموعه نازلة على عيونه، ليه؟ مفيش حاجة تستاهل، ارموا همومكم على ربنا، وان شاء الله بإذن الله في اخبار سارة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تقولولي طبعا في الكومنتات.